تمام صلي بين اه حاجه صليب صليب باين المايك شغال تشيك 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 شغال شغال تمام ليديز اند جنتلمان معاكم النهارده المذيعه بديعه على الهواء مباشره تنقل لكم محاكمه فريده من نوعها المتهم المره دي شخص غير عادي ده ابليس ولكن قبل ما نبدا في المحاكمه وعرضها اسالوا نفسكم هل المتهم بريء اسيبكم مع البس الحمام يا ريت العيال اللي داخله خارجه شويه العيال اللي داخله خارجه شويه This coming يا مريض اتاخرنا يلا انا يلا بس يا ظلم ده ما تخليش اقول لماما يلا محكمة القضية رقم 666 لسنة 2012-2013 المتهم شوشو الموزوز وانا طول عمري بريء من ساعة آدم وحواء والناس بتتهموني انا ظلم ده انا غلبان اسكت يا متهم مش عايز اسمع صوتك والحقه برميك في الحبس النيابة تتفضل شكرا سيادة القاضي احنا النهاردة قدام متهم أول مرة نقفشه ونحبسه في السجن عشان كل الخطايا والمشاكل اللي بتعملها الناس جاية من تحت راسه لا هو أنا صح بوقع في الناس وكل ما حاولوا يتوبوا بوزوزهم شوية لكن أنا مش شماعة لا مؤاخذة طبعاً ما أنت لازم تنكر التهمة وترمي المشكلة على حد تاني وبعدين أنا مش قلتلك تسكت خالص صدقني لحبسك النيابة تكمل شكرا سيادة القاضي المتهم الناس اللي أمامكم اليوم له تاريخ أسود فمهما حاول الدفاع عن نفسه بشتى الوسائل مفيش ولا حاجة هتشفع بريء يا ناس بريء ده برضو شكل واحد تتهموه كل ده أنا غلبان شلة تداري حط الدفاع جنب باب بس حضرة القاضي كان عندي ماتش كورة وغزمانك بعدها والأهلي كان كسبان كم قصدي حضرتك تبقى مين؟ الأفوكاتو قديني تلاقيني أرجع في المسائل القانونية حاضر للدفاع عن المتهم شايفين؟ براءة الأطفال وفي عيناي حط بطنك بتشيكة سيفة طب وإيه رأيك في التهم الموجهة إلى موكلك؟ ما هو ولا مؤاخذة يعني مش كل ما حد يقع يقول الشيطان هو اللي وزني إحنا كل واحد فينا ليه ضعفاته ده أكيد وبعدين مش كل أسبوع مجرجرجرجرجرنا في المحاكم والإيثام هما البطل دول مش هيسيبونا في حالنا ولا إيه؟ طب إيه طلبات النيابة؟ النيابة عايزة تستدعي الشهود وتستجوبهم عندها شهود الشاهد الأول سيدهم نايم في بيتهم الشاهد عايزة مش عايزة الشاهد الثالث طلع نبتدي بالأستاذ سيدهم قول اسمك وسنك وعنوانك اسمي سيدهم سني 17 سنة وساكن في بيتنا على ناصية الشارع كويس ارفع ايدك اليمين هل تؤكد ان تقول الحقيقة كل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة فليساعدك الله
وأكد أن أقول الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة فليسعدني الله. قول حكايتك. حكايتي حضرتك أن أنا كنت ناوي أنزل القداس يوم الحد اللي فات، لكن أنا إنسان ملتزم جدا. القداس ميعاده 8، فأنا ظبطت المنبه على الساعة 7:55. قبل ما جهزت ولبست كانت يا دوب 9. مش بقول لك ملتزم؟ فعلا كمل يا عمو الملتزم. انا رحت اركب العربيه لقيت العجله مفسيه. علشان ملتهم عمل عملته، قلت اكيد ربنا مش عايزني احضر القداس النهارده. طب وبعدين اتصرفت ازاي؟ ودي محتاجه سؤال. طبعا طلعت اوضتي وكملت نوم. متشكرين استاذ سيدهم نايم في بيتهم. افتح على الشاهد اللي بعده. الشاهد الثاني فايده مش رايده. ارفعي ايدك اليمين، هل تؤكدي ان تقول الحقيقه ولا شيء غير الحقيقه فليساعدك الله؟ اوف كورس. انا كنت ناويه انزل القداس يوم الحد اللي فات، ولكن انا بحب القداس وبستنى القداس من الحد للحد. القداس ميعاده الساعة 8، فانا ظبطت المنبه على الساعة 7:30. الساعة 8 لربع بالظبط كنت جاهزة للنزول، ولما دخلت العربية لقيت العجلة مفسية. اوعي تقولي طلعت تكملوا. لا طبعا، انا قلت اروح اكلم صاحبتي عشان توديني الكنيسة. انتي انسانة عظيمة يا فايدة. للأسف انا اترضيت اكلم على التليفون ولا على الفيسبوك. فانا قلت يا بنتي يا فايدة كلميها على الفيسبوك عشان اوفر تمن المسج، مش هدفع في 50 سنت دولار. ولما دخلت على الفيسبوك ده قلت اشوف الاخبار، يعني بقالي فتره ما شفتهاش، يعني ساعتين كده. وبعد كده لما بصيت في الساعه لقيتها 8. الحمد لله ما ضيعتيش وقت. هو بصراحه يعني كانت 8 بس لا فعلا بتحبي الكنيسه وتستني يوم الحد من اسبوع لاسبوع. متشكرين أستاذة فايدة. عندها الشاهد اللي بعده. الشاهد الثالث طلع. بس كده. ارفع ايدك اليمين. هل تؤكد أن تقول الحقيقة كل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة فليساعدك الله؟ هو أكد أن كل الحقيقة وكل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة فليساعدنا الله. قول حكايتك. أنا برضه كنت ناوي أروح الكنيسة يوم الحد اللي فات، ولكن أصل أنا وأسرتي بنحب نروح الكنيسة كل يوم حد، بس إحنا المرة دي مش بتفس العربية برضه مش كده؟ أيوة إحنا رحنا نركب العربية لأن العجلة مفسية. اعترض. لا ده كتير قوي يا استاذ القاضي، انتوا معلش يعني، هو حضرتك زملكاوي ولا ايه؟ لو سمحت انا موكلي يا مؤاخذة مش شغال عجلتي. لو سمحت انتظر دورك يا سيد. كمل استاذ طلعت، اكيد افتكرت انك عايز تتشيكي الايميل بتاعك. لا لا. ولا تويتر. لا لا تشيكي ايه؟ انا كلمت ابونا وهو بعت لي خالي معاش جنبنا، وصلنا الكنيسة مع ان الدنيا كانت برد جدا، كانت بتمطر، بس احنا اتحدينا كل الظروف ورحنا للكنيسه وحضرنا القداس وكمان ولاده نملو. طب وايه رايك استاذ غديني تلاقيني في الاسماعيلان من الشهود؟ جبتش انا حاجه من عندي؟ هما كمان عليهم غلط، كل واحد فيه غلط. اللي ما تصدق الاستاذ الفاضل اللي طلع ينام، والست اللي راحت تعمل في الانترنت ليل وينهار، كل واحد فيهم غلط. انا اؤكد موكلي بريء براءة الذئب من دم يعقوب من التهم الموجهة اليه. ده انا غلبان. اني ايه ما تعترض؟ مش كلهم غلطانين طبعا. عندكم استاذ طلعت مثلا راجل بيحب ربنا والكنيسه،
اتحدى كل الظروف وحاد القداس يوم الحد ورغم عملة الشيطان الفظيعة والمروعة عشان يحاول يمنعه عن حضور القداس هو اتحدى كل الظروف وجه وحضر مش بس كده كمان ناول ولاده وخلاهم يحضروا مدارس الأحد. ايه تفاعل دلوقتي يا عمو أفجاتو؟ مش قلت لك تبقششه او تقتل الواد ده؟ اوبا اوبا اوبتين اوبا. بص القضيه شكلها فاشله فاشله. معلش بقى مش متوقع. هي ما تطمن هي اعدام ان شاء الله ما تخافش. معلش عشان الشوط الثاني هيبدا فلازم ايه يا دوبك الحق الميكروباص. فلو سعادتكم الله. انتوا كلكوا عليا ولا ايه؟ انتوا كل واحد فيكم عنده ضعف وانا عارفها وهحاول اوقعكم منها. في اللي سهل خالص بيقع وما يقومش تاني، وفي اللي بيتعبني اللي وقعه ويقوم على طول تاني، وفي اللي بيجاهد. وانت كل ما تجاهد اكتر كل ما انا حربكوا اكتر. وكل واحد وشطارته بقى. نظام نظام ما تنسوش انكم في المحكمة. ارجع في القفص بتاعك يا رب. مما اطلعنا عليه من أدلة ومعلومات قررنا الآتي: نعترف بوجود حرب قوية بين البشر والشيطان، واحنا لوحدنا ما نقدرش نغلب، لكن لازم يكون عندنا إيمان، لازم يكون عندنا رجاء، ولازم نكافح ونجاهد علشان بنعمة ربنا وإن سقطنا نقوم، لأن قوة الرب في الضعف تكمل. هو الذي حفظ ثلاثة فتية في أتون النار ولم يحترقوا لا شعر من رؤوسهم ولا شيء من ملابسهم. هو الذي حفظ دانيان في جب الأسود ورتل أنشودته الجميلة. إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسود. الله هو الذي حفظ يوسف الصديق، حفظه من أخوته حينما ألقوه في البئر، وحفظه حينما بيع كعبد في بيت بوطيفار، وحفظه حينما ألقي في السجن ثم رد له كرامته أضعافا وقال يوسف لأخوته: أنتم أردتم بي شرا والله أراد بي خيرا. احنا نؤمن ان الله حافظ، يحفظنا من الشيطان ويحفظنا من الخطايا ويحفظنا من التجارب. حفظ اثناسيوس حينما القي للنفي 4 مرات، وحفظ يوحنا الرسول وهو في جزيرة بطمس وظهر له واراه رؤى كثيرة. احنا نتعب كتير ان نسينا ان ربنا هو الحافظ. نحن بنقول حتى حافظ الاطفال هو الرب. تاريخ الله معنا في الحفظ هو تاريخ طويل لن ننساه. ياريت كل واحد يجلس الى نفسه ويتذكر كام مرة ربنا حفظه فيها، كم مرة حفظه فيها، وبعدين يسبح ويقول: بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني فليبارك اسمه القدوس. بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناتي. الشيطان على طول حلو. احنا بنشكر